حنين إلى اللقاء واستحضار أيام الزمن الجميل رفقة الأحبة. العم صعو الذي بلغ عقده الثامن وبعد التزامه بالحجر لمدة 3 أشهر يعود إلى ركنه المعتاد بحديقة الحرية ببلدية بوحاتم ولاية ميلا. نزلت قبل كارن طربا بصح هذا حطوني في كارن طربا في وقت الثورة، بدنا وقعت لنا البيعة بدنا نخبى ونسوق الطوموبيل. هذوك واحد 15 سنة ملي مليت ما شوفش، وكنت في فرنسا خدام من قبل رمضان حتى نفسخوها الخطرة ما خرجنا. ينصر الضيق، الضيق بالذراع، نجيو هنا نشيخو ونتفرقوا. رغم كبر سنه وفقدانه لبصره إلا أن بصيرة هذا الرجل لا تزال تنير دربه ليكون المثل والقدوة لكل مستهتر ومشكك في وجود كورونا. العم سعو ملتزم بالإجراءات الوقائية ويدعو المواطنين للكف عن الاستهتار. هذا احنا ما نقولوش كورونا، نسميوه لوبا بكري، لازم يديروا كما ما دارتها الدولال داروها الطب، لازم تبع القانون تاع الطبيب، ولهما لا تروح للطبيب. احنا هنا يجي الشيوخ يقول لك ايه كورونا، يا يموت بالنار هذا الوباء. كورونا وباء لا يرحم الصغير ولا الكبير، وشيء من الصبر على إجراءات الحجر كفيل بالعودة لاستقرار الوضعية الوبائية لحين رفع البلاء.